وللحديث عن العلامات الفارقة للتظاهرات العراقية ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب السياسي العراقي علي ريسان. سيد علي، مرحبا بكم. إيران كحكومة وليس كدولة وشعب، كحكومة تكررت على لسان المتظاهرين، بماذا تفسر ذلك سيد علي؟ تحياتي لكم. أولا بالرحمة والكرامة لشهداء العراق، شهداء المظاهرات، شهداء البصرة، شهداء السماوة، شهداء ذي قار، الناصرية، شهداء النجف وكربلاء. الحقيقة للتصحيح، أنا لست بكاتب، يعني لست بسياسي، بقدر ما أنا مواطن عراقي، فنان ومخرج سينمائي. فقط للتصحيح. نعم سيد علي، لست ب، لا أكن بكاتب سياسي الحد. تفضل تفضل. نعم، الحقيقة أولا أن الانتماء للعراق هو انتماء مطلق بغض النظر عن تواجد قوات محتلة أو قوات عميلة للقوات الاحتلال. مقاومة الظلم لا يحددها الانتماء الحقيقة أو دين، ولا يحددها الانتماء إلى المذهب أو العرق، بل تحددها طبيعة النفس البشرية. لذلك أنا أعتقد أنه ما يحدث الآن هو طحو الضمير بالانتماء للعراق. هو الوجع العراقي وجع مشترك ووجع متأصل منذ الاحتلال الأمريكي عام 2000. نعم سيد علي، يعني التظاهرات التي خرجت في العراق يعني تميزت بأنها لا تحتوي على أي قيادي يقود هذه التظاهرات، وأيضا لا ينتمون المتظاهرون إلى أي، لا ينتمي المتظاهرون إلى أي فصيل سياسي. كيف تابعته أنت سيد علي؟ أنا أعتقد هذا التشخيص جدا واقعي وبي يعني أكثر من تحليل. التحليل الأول أنه من ماسي العراق بعد الاحتلال أنه لا توجد به مقاومة، يعني معارضة حقيقية تقود هذه الجماهير، وهذا متأتي من أنه أكثر الكفاءات والوطنيين والناس اللي كانوا وما زالوا يحبون العراق، والناس الوطنيين هم يا أما اغتيلوا أو سفروا أو هاجروا يعني العراق. لذلك العراق يفقد القيادة المعارضة. فالجماهير الآن تطلع بدون، بشكل عفوي، هو بحد ذاته هذا انتصار للعراق. أنا يعني وجهة نظري أنه انتصار للمواطنة العراقية، لأنه أن تخرج بوجه الظالم المستبد الذي سرق أليباء الحياة. يعني لا يعقل أغنى بلد في العالم يمتلك هذا الخزين الهائل من البترول والثروات، يعني الخامات وأعظم نهرين بالعالم والزراعة، وهذا يتحول إلى بلد متسول. يعني نصف أطفال العراق متسولين، سكالة، أيتام، نازحين، معتقلين. يعني بلد الآن خارج منطق الحياة في العراق. فلذلك انتفاضة هذا الشعب على قلتها، على العدد البسيط، على الأرواح الشباب اللي دا تطلع، هو انتصار للعراق، لأنه هو المخطط أن تقتل المواطنة داخل النفس العراقية. نعم سيد علي. أن لا ينتفض العراقي على هذا الضيم، على هذا الحيف، على هذا المسخ في هويته، لأنه هو المخطط أن ينتهي شيء اسمه العراق، أن يتحول إلى ضيعة تابعة إلى طهران أو ناحية تابعة إلى طهران. نعم سيد مثل ما يشتغلون عليه خونة المنطقة الخضراء، وأنا لا أستثني أحدا منهم الحقيقة. حتى الليبراليين الذين يدعون المدنية والتمدن الآن أصواتهم خافتة. نعم سيد علي، وصلت الفكرة من ستوكهولم الكاتب السينمائي العراقي علي ريسان، شكرا جزيلا لكم.